السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناة ميس نسيمة المتخصصة في شرح دروس اللغة الإنجليزية السنة الثالثة ثانوي بكالوريا ثانية ثانوي وأولى ثانوي. Today my lesson is for third year secondary school students السنة الثالثة ثانوي أي طلاب البكالوريا. سأقوم بشرح الوحدة الأولى الخاصة بالشعب المشتركة الشعب العلمية سيرو اقتصاد تقني رياضي رياضيات. كل الشعب العلمية هذه الوحدة الأولى تعتبر بالنسبة لكم. سأقوم بشرح الوحدة أهم الدروس اللي راح نتقرأوا في هذه الوحدة من قواعد ونطق and so on. وكذلك سأعرض عليكم أهم المصطلحات vocabularies وأهم المواضيع اللي تقدروا تلقوها كتعابير خاصة بهذه الوحدة. سو ابقوا معي. كذلك الشعب الأدبية أدب وفلسفة ولغة أجنبية هذه الوحدة تعتبر الوحدة الثانية بالنسبة لكم. لما تكملوا الوحدة الأولى Ancient Civilizations تلقوا هذه الوحدة هي الوحدة الثانية وهذا الشرح سيفيدكم بإذن الله. إذا نبدأ مع بعض. قبل هذا لا تنسوا اللايكات للفيديوهات ودعموا القناة. توجد فيديوهات عديدة على القناة تخص البكالوريا سأضع رابطها فيما يخص هذه الوحدة أسفل هذا الفيديو شاهدوها ستهمكم وتفيدكم بإذن الله. So we have first Unit 1 Ethics in Business. So Ethics in Business هي الأخلاق في العمل وشرحت هذه الوحدة من قبل وشرحت أهم الوحدات وكل الوحدات sorry الخاصة بكم سأضع الفيديو أسفل هذا. So عندكم Ethics in Business هي تخص الأخلاق في العمل هذا هو عنوان الوحدة موضوع الوحدة ال gotten gains never prosper يعني المكاسب الغير مشروعة لن تنمو ولن تزدهر نقدر نقول also fighting fraud محاربة fraud التزوير والغش corruption الفساد and money laundering اللي هو تبييض الأموال هذه المواضيع مهمة جدا راح ترقوا لها في هذه الوحدة we have أهم lessons دروس expressing condition لما نعبره على condition اللي هو الشرط باستعمال provided that as long as درس مهم جدا ويتعاود تكرر بزاف في البكالوريا expressing wishes we have past wish present wish future wish باستعمال I wish تعبير على التمني باستعمال I wish سأضع كل الدروس على القناة دروس جديدة خاصة بالبكالوريا هذا العام وتوجد دروس قديمة شاهدوها ستفيدكم بإذن الله We have expressing desire تعبير عن الرغبة باستعمال It's high time, it's about time, it's time Expressing result تعبير عن النتيجة باستعمال So plus adjective plus that or such plus noun phrase plus that هذه الدروس كلها موجودة على القناة We have also present continuous passive form تقرأ passive form في this unit راح تقرأ present continuous passive form expressing concession باستعمال despite in spite of although and so on even though هذا الدرس قريته سنة أولى تقرأ سنة ثانية كذلك قريته sorry سأضع الشرح إن شاء الله على القناة advising تقديم النصيحة باستعمال had better not should if I were you I would Good. We have cause and effect relationship. العلاقة بين السبب والنتيجة. Forming opposites. Using negative prefixes. Prefixes نستعملوهم للحصول على opposites الأضداد. مثل this, in and so on. L, M. وهما دائما يجيو في أول كلمة. هذوما prefixes. Suffixes نستعملوهم في آخر الكلمة. باش نبدلو النون الادجكتيف ادجكتيف فيرب اند سو اون ولازم تفرقوا بين prefixes و suffixes pronunciation of final s نطق تاع final s بعض الكلمات نطقهم س في اخر الكلمه بعضهم ايز بعضهم ز والدرس موجود على القناه وساقوم بشرح الدروس ان شاء الله كل هذه الوحده شرح الدروس تاعها Now أهم topics المواضيع اللي يقدروا يجيو في هذه الوحدة وحدة Ethics in Business Look في التعابير اللي تكرروا بزاف في البكالوريا السنوات الماضية We have How to fight corruption كيف نحارب الفساد Or how to fight counterfeiting كيف نحارب التزوير Effects of corruption النتائج تاع corruption Effects of counterfeiting and so on Effects of child labor نتائج عمالة الأطفال
We have also disadvantages of counterfeiting. السلبيات تاع التزوير. We have also drawbacks of counterfeiting. اللي هما disadvantages or negative effects. النتائج السلبية تاع التزوير. We have also how to stop or eradicate corruption. كيفاش نحبس ونقضيو على الفساد. هادو أهم التعابير اللي تعودوا في السنوات البكالوريا. سوري في بكالوريا السنوات الماضية. توجد بعض التعابير فيما يخص هذه المواضيع القناة. وسأقوم بعرض كذلك بعض التعابير الأخرى. Now vocabularies. Now we have vocabularies related to ethics in business. أهم المفردات اللي عندها علاقة بethics in business. So يوجد فيديو مفصل فيه بزاف vocabularies, الverb, noun, adjective تاع الكلمات. ننصحكم أنكم تشوفوه. نخلي الرابط تاعو أسفل هذا الفيديو. وسأعرض عليكم بعض الكلمات الأخرى هنا. So we have ethics or morals اللي هما الأخلاق. Ethical أخلاقي. Unethical غير أخلاقي. So زدنا in prefix جبنا opposite to ethical. هادو كلمات مهمة وتعتبر مفتاحية. ممكن تجدونها في نص الامتحان في التعبير في الموضوع التعبير في الأسئلة. مهمة جدا. حاولوا دائما ننصحكم بحفظ المصطلحات. We have business الأعمال. Commerce تجارة. Trade industry صناعة. Good. Bribe الرشوة. Noun bribery also رشوة. So we have bribe or bribery. It's the same نفسها. هو اسم معناها الرشوة. To bribe يرشي. This is the verb. Corruption الفساد. Corrupt adjective صفة فاسد. To corrupt يفسد verb. Counterfeit أو اللي هو التزوير noun. Counterfeiting also noun تزوير. The same نفسها. Counterfeit مزور. Adjective. To counterfeit يزور verb. Imitation التقليد. Imitative adjective صفة مقلد. To imitate يقلد verb. We have also money laundering تبييض الأموال. Tax evasion تهرب الضريبي. Or we can say also tax cheating. Tax evasion or tax cheating. في زوج هما التهرب الضريبي. We have embezzler with ER مختلس. سارق مختلس and so on. Embezzlement اختلاس. Fraud غش or احتيال. Deception also we can say غش خداع احتيال. Crime جريمة. Theft سرقة. Forge يزيف يزور and so on. Copy يقلد. Fake يزور. Genuine أصلي. A product قل لي أصلي. Genuine or real حقيقي. Original also أصلي. Company شركة. Investment استثمار. Consumer مستهلك. Fee or bill نفقات. مصاريف and so on نفقات. Honesty الأمانة. Legal قانوني. Illegal with L prefix غير قانوني. Auditing تدقيق أو فحص الحسابات. Smuggle تهريب. Also we have smuggler مهرب. Smuggling and so on. Transparency الشفافية. Cheating الغش. So إذا هذا فيما يخص ethics in business. حاولوا تحفظوا على الأقل 10 حتى 15 كلمة فيما يخص هذه الوحدة. خاصة الكلمات اللي تعود بزاف تتكرر بزاف. Like bribery, corruption, counterfeiting, imitation, money laundering, ethical, unethical, ethics, business, fraud. We have also auditing. So هادو بزاف يتعاودوا. إن شاء الله يكون هفيدكم الفيديو. إذا كان عجبكم لايك وخليوا تعليقات. إن
إن شاء الله بإذن الله هذا العام سأكون بقوة معكم. بالتوفيق للجميع، إلى اللقاء.